بس اللي صار بالفيديو واللي قطع عليه التسخين صراحة شيء غريب ومرعب. أنا أشوفه. شوف الفيديو. مثل ما شفته أول شيء لاحظ أن الكرة اللي كانت عنده بالغرفة وهي هذه الكرة أساساً كرة تعتبر يعني وزنها وايد ثقيل، الكرة تحركت من نفسها. لما الشخص لاحظ أن هذه الكرة تحركت من نفسها هني يعني بدأ أنه هو يبي يطلع من المكان، هني بلش أنه هو ياخذ أغراضه علشان يطلع من الغرفة. لكن بوقت ما هو كان قاعد يطلع انسحبت رجله من تحت جسمه وطاح على الأرض، وهذه الحركات مستحيل أحد يسويها.